كابتن عبد الحميد، لقاءات على صفيح ساخن. بتروجيت من وجهة نظري من اللي نقدر نقول 70-80% حسم القصة من البداية قبل ما يروح للمرحلة الثانية. نتائج الفرق الأخرى ساعدته كتير جدا، حافظ على فارق الثمان نقاط. عنده النهاردة لقاء مهم جدا جدا مع القناة على طبعا أرض القناة. حرس الحدود هيلعب مع وادي دجلة، طنطا، ورايا، لافينيا، وبروكسي. لكن لو بتروجيت كسب النهاردة قرب كتير جدا للصعود للدوري. ممتاز بغض النظر أول تاني ولا تالت، ويلعب مع الثلاثة الكبار من دوري القسم الثاني به. طبعا انا معاك جدا، بتروجيت النهارده لو خد 3 نقاط يبقى هو كده اكد صعوده للدوري الممتاز، لان مفيش، احنا اتكلمنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان مفيش فرقتين خلاص هيصعدوا او هيكسبوا كل الماتشات المتبقيه باستثناء بتروجيت. واحنا كنا دايما بنتكلم يا طارق ان اهم حاجه تعملها الفرق في الدوري الاول اللي احنا لعبناه ده، يجمع نقط على قد ما تقدر. بالظبط كده، تجمع نقط، لان النقط دي هتنفعك بعد كده. اللي بيصعد كان بيصعد بالنقاط بتاعته، وده كان موضوع كبير جدا برضو اتكلمنا فيه. صح. ولا زلت مصمم ان العداله مش متوفره بشكل كبير في المسابقه دي، لكن ايا كان احنا بندعمها، لانها كان لازم. بالظبط، كان لازم بصراحه، كان لازم ندوس في مسابقه زي كده وندعمها. لكن مباراه صعبه جدا زي ما انت اتكلمت، كان عنوان التقرير ان السكه بيستدرج المحله لان هو يقرب من القمه، وده فعلا عنوان حقيقي في التقرير اللي اتعرض من شويه ده. النهارده اخر فرصه للسكه يا طارق ان هم ممكن يبقى ليهم شكل حتى في الصعود. يعني اخر فرصه النهارده للسكه ان هو ياخد 3 نقاط من المحله، والمحله برضو بالنسبه لها ان ال3 نقاط دي مهمه جدا جدا جدا. هم بالظبط طبعا ماتش صعب جدا جدا. وكل الماتشات اللي هي لغايه نادي السكه لغايه المركز السادس، وزي ما كل بنقول على السكه هنقول على لافينا. لافينا النهارده لو بروكسي قدر ان يعطله لافينا فقد المنافسه بشكل كبير، ولو كسب ب 40 نقطه لو كسب. ما انا بقول لك لو قدر يعطله مباريات. اعتقد ان هي مباراه الفرص الاخيره بالنسبه للفرق اللي هي قبل بتروجيت، مباريات صعبه جدا جدا. 3 نقاط يعني اهم حاجه الماتش بتاع النهارده.